السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. السعودية تضوق عدن وتفتح جبهة قتال جديدة مع الحوثيين، وإلى التفاصيل. كشفت السعودية اليوم الأربعاء هدفها من فتح جبهة قتال جديدة مع الحوثيين على تقوم مدينة عدن المعقل الأبرز للمجلس الانتقالي. وألمح الصحفي السعودي حسين الغاوي إلى وجود ترتيبات لجر الانتقال إلى معارك واسعة مع صنعاء. وحاول الغاوي في تغريدة له على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي إثارة من وصفهم بالجنوبيين، والذين قال أنه لا يجب استفزازهم وأنهم قادرين على خوض المعارك ضد من وصفهم بالحوثيين. وجاءت تغريدة الغاوي عشية شن فصيل درع الوطن الذي يشرف عليه سلطان البقمي قائد الدعم والإسناد بالتحالف، هجوم على قرى المواطنين في مديرية حيفان على حدود تعز. وأفادت مصادر مطلعة بإصابة طالبان جراء استهداف الفصيل مركز امتحانات في منطقة العبوس. يعد الهجوم هو الأول الذي يشنه هذا الفصيل منذ تسليمه مواقع الانتقال على حدود محافظتي لحج وتعز. وتشير هذه التطورات إلى سعي السعودية من خلال السيطرة على مواقع الانتقال في الجبهات المتقدمة إلى تفجير الوضع بغية جر الانتقال إلى خارج عدن. ومن شأن الجبهة الجديدة إثخان الانتقال الذي تشهد جبهته تصاعد في وتيرة المواجهات، وأبرزها يافع والضالع ولحج. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.